الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم في حلقة من برنامجكم حكم الدين، حيث تستمعون لأسئلة وأجوبة شرعية يجيب عليها فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. ونبدأ بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، ما معنى الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. هذه الآية الكريمة فهمها بعض الناس على غير وجهها، فقالوا ما علينا إثم إذا اهتدينا وطبقنا على أنفسنا وسكتنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلام هؤلاء مردود، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المستطيع. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي الحديث الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى أضعف الإيمان أقله ثمرة، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. وبالنسبة للآية التي سئل عن معناها هنا، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. معناه الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه مع القدرة على ذلك استحقوا العقاب. فمعنى الآية: إذا اهتدى الإنسان وتعلم وطبق تطبيقا كاملا على نفسه، ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر على قدر استطاعته بلا تقصير، فهذا لا يضره طلال غيره بعد ذلك. بارك الله فيك. آمين فيكم. ننتقل إلى سؤال آخر. يقول السائل: إذا ادخرت مالا من العملة المستعملة هذه الأيام ومر عليه حول، هل أزكيه؟ من كان ادخر من العملات الورقية المستعملة في زماننا اليوم ما يساوي قدر النصاب وما فوق ومضى عليها حول، أي سنة قمرية، وجب عليه أن يزكيه في مذهب الإمام أبي حنيفة. وقدر الزكاة الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، أي 2.5%. وعند الإمام الشافعي ومالك لا يزكى هذا إلا إذا كان يستعمل في التجارة، لأنه ليس من الذهب ولا من الفضة. ولكن الاحتياط العمل بقول أبي حنيفة فيزكى، فيكون ذلك أحسن. أحسن الله إليك. آمين. السؤال الآن: ما حكم تبديل الذهب بالذهب؟ يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا تساوى قدر المبيع والمباع. وكذلك الأمر إذا بيع الطعام بجنسه، يشترط أن يكون التساوي في الجانبين مع التقابض في المجلس. فإذا كان تفاضل، أي زيادة في قدر المبيع عن المباع، أو العكس مع اتحاد الجنس كالذهب بالذهب، يعني إذا واحد أراد أن يبيع ذهبا بذهب، فيحرم ذلك ويكون من باب ربا الفضل، لأنه يوجد تفاضل في أحد الجانبين، وهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. لكن إذا اختلفت الأجناس كبيع البر بالشعير، القمح بالشعير، أو الذهب بالفضة، فلا يشترط التساوي في قدر المبيع مع المباع، لكن يشترط في هذه الحالة التقابض في المجلس، أي في مجلس العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان عند المرأة عقد ذهب مثلا وأرادت استبداله بغيره من الذهب،
فلا يجوز إلا إن تساوى قدر الذهبين، أو تفعل أمرا آخر وهو تبيع الذي معها بالعملة وتشتري الذي عند البائع بالعملة، هكذا يصح. أكرمك الله فضيلة الشيخ. أخ سائل يقول: ما حكم ما يسمى بالزواج المدني؟ هو النكاح في الشرع له شروط لا بد أن تراعى حتى يصح، وترك هذه الشروط يفسد النكاح، وبالتالي يترتب على ذلك تحريم العلاقة على صورة الزوجية بين الرجل والمرأة اللذين لم يصح نكاحهما. ولا بد لصحة العقد إذا أراد المسلم الزواج أن تكون زوجته مسلمة أو يهودية أو نصرانية، وأن تكون المرأة التي يريد الزواج منها غير متزوجة حالا ولا معتدة من غيره، فالمطلقة لا يجوز أن يعقد عليها غير مطلقها قبل نهاية العدة، وكذلك المعتدة للوفاة لا يجوز العقد عليها قبل مضي العدة. كما يشترط أن يكون الرجل الذي تريد أن تتزوج به المسلمة مسلما لا غير، قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ويشترط لصحة النكاح شاهدان عدلان، أي تقيان دينان يسمعان صيغة الإيجاب والقبول ويفهمانها، وهي لا بد منها لصحة النكاح. وهذه الصيغة هي قول ولي البنت الذي لا بد منه أيضا لصحة النكاح: زوجتك بنتي فلانة، إن كان يريد أن يزوج ابنته. ويقول الرجل: قبلت زواجها. فإذا لصحة النكاح لا بد من الولي والشاهدين العدلين والصيغة التي فيها زوجتك أو أنكحتك والقبول وزوج وزوجة. فإذا عمل عقد لم يستوفي ما ذكر فهو باطل إن سمي مدنيا وإن سمي غير ذلك، وهذا الأمر لا يجوز إهماله ولا التساهل فيه. بارك الله فيك. آمين. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن: ما حكم حلق اللحية؟ لم يرد نص صريح في تحريم حلق اللحية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هناك حديث فهم منه بعض العلماء أن حلق اللحية بالموسى حرام، ولم يفهم منه بعض العلماء أن حلق اللحية حرام، فهذه مسألة خلافية. فإذا رؤي رجل يحلق لحيته لا ينكر عليه إنكار توبيخ، لأن الأئمة لم يتفقوا على تحريم حلقها. فأبو حنيفة رضي الله عنه قال: حلق اللحية معصية. أما الشافعية فيقولون مكروه. أما الإمام أحمد والإمام مالك فلم ينصا على المسألة، لكن أتباع مالك اختلفوا، فبعضهم حرم وبعضهم قالوا مكروه. أما أصحاب الإمام أحمد فلم يحرموا. وقد ورد في سنن النسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد إعفاء اللحية وحلق الشارب من الفطرة، أي من خصال الإسلام. أكرمك الله وجزاك الله خيرا على هذا التفصيل الجميل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو ذكرتم لنا أشياء تفترق فيها الملائكة عن البشر وأشياء يشتركون فيها. الملائكة تختلف طبيعتهم عن طبيعة البشر، فطبيعة البشر غير طبيعة الملائكة. البشر الله تعالى جعل فيهم شهوة الأكل والشرب وغير ذلك، فالبشر تخرج منهم فضلات من بول وغائط وغير ذلك. أما الملائكة لم يركب فيهم شهوة الأكل ولا شهوة الشرب ولا شهوة النوم، وليس لهم هذه الأمور العارضة من البول والغائط وما أشبه ذلك، وهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون أيضا ولا يتعبون من طاعة الله تعالى. ويشترك الملائكة والبشر في فرضية الإيمان بالله، فالملائكة فرض عليهم الإيمان بالله وألا يشرك به شيء. في أصول العقيدة إذن مشتركون، الملائكة والبشر مشتركون في أصول العقيدة، كذلك في الصلاة. الصلاة الملائكة مكلفون بها كما أن البشر مكلفون بها. أما الصيام والزكاة فهم ليسوا من أهل التكليف بذلك،
إنما البشر مكلفون بالصيام والزكاة، فهم أصلا الملائكة كما قلنا لا يأكلون ولا يشربون. الله سبحانه وتعالى يزيدك علما. آمين. سؤالنا الآن فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو ذكر أمور كان يختلف فيها شرع نبي عن آخر. كما هو معلوم وسبق وبينا بفضل الله تعالى، الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. معناه الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام، إنما الفرق بينهم في بعض الفروع، في أشياء معدودة. مثال ذلك أنه كان في شرع آدم يجوز له أن يزوج بنيه من بناته من البطن الآخر، ثم حرم ذلك بعده. وفي شرع يعقوب عليه السلام الذي هو والد يوسف، كان يجوز أن يتزوج الرجل الأختين في آن واحد، ثم حرم ذلك فيما بعد. كذلك بعض الرسل أنزل الله تعالى عليهم شرعا جديدا، فموسى عليه السلام أنزل الله تعالى عليه تحريم الحيوان الذي هو مأكول إذا كان ذا ظفر، وحرم على قوم موسى شحم البقر وشحم الغنم إلا ما يكون من الشحم في الأمعاء فكان محللا لهم، وكذلك الشحم الذي يختلط بالعظم هذا كان محللا لهم. هذا الحكم كان في شرع موسى عليه السلام فقط، فالذين كانوا مؤمنين بموسى كانوا على الإسلام، هؤلاء كان حرم عليهم شحوم البقر والغنم، أما لحمها فكان يجوز لهم أكله. أما الإبل وما أشباهه في الخلقة فكان حلالا لهم، ثم لما خالفوا بعض الأوامر عاقبهم الله تعالى بتحريمه عليهم. وكان كثير من الأنبياء يتبعون شرع موسى عليه السلام، وهؤلاء يقال لهم أنبياء بني إسرائيل. كما ذكرت فضيلة الشيخ، هناك أنبياء يقال لهم أنبياء بني إسرائيل. أخت سائلة تقول: من هو إسرائيل الوارد اسمه في القرآن عدة مرات؟ إسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه السلام، أبو سيدنا يوسف عليه السلام. وقد روى الحافظ المجتهد محمد بن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، بالإسناد عن الضحاك أنه قال: إسرائيل هو يعقوب. وذكر بأسانيده عن ابن عباس وقتادة وأبي مجلز رضي الله عنهم مثل ذلك وأقره. وقد جاء أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام في كثير من التفاسير، بل وفي حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والحافظ الهيثمي، وقال عقبه: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات. وأورده أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. أخت سائلة تقول: ما حكم شخص استفز آخر مع علمه أنه حين يستفزه يقع في الكفر؟ لا يجوز أن يستفز الشخص غيره إلى حد إيصاله للوقوع في الكفر أو في المعصية، بل إن كان يعلم أنه يقع في الكفر يقينا إن فعل معه ذلك كفر هذا الشخص، فإن من جر غيره للوقوع في الكفر كفر والعياذ بالله. وكذلك من طلب من غيره الوقوع في الكفر أو استحسن كفر الغير أو رضي به، كل هذا كفر مخرج من الإسلام كما ذكر الأئمة الأعلام. قال الله تعالى في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية. فيها النهي عن سب الكفار إذا كان ذلك يؤدي إلى أن يسبوا الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يزيدك علما. آمين. بارك الله فيك وفيكم. سؤالنا الآن عن أحكام المتوفى. السؤال: إذا توفيت المرأة، يقول كثير من الناس لا يجوز لزوجها أن ينظر إليها ولا أن يلمسها، فما الحكم الصحيح في ذلك؟ إذا ماتت المرأة لا يحرم على زوجها أن ينظر إليها، ولا يحرم عليه مجرد مسها كما يقول بعض العوام،
فقد ورد أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، وورد أن فاطمة رضي الله عنها غسلها زوجها علي رضي الله عنه بعد وفاتها. فلا يحرم على الرجل النظر إلى زوجته المتوفاة، ولا يحرم عليه لمسها، كما لا يحرم على المرأة أن تلمس زوجها المتوفى، ولا يحرم عليها أن تمسه. وهنا أريد أن أبين فائدة مهمة، وهو أن كثيرا من العوام يقولون لمن توفي عنها زوجها: ليس لك أن تنظري من الشباك، وليس لك أن تجلسي على الشرفة. فهذا الكلام غير صحيح. بالإجماع يجوز للمرأة ولو كانت معتدة من وفاة الزوج أن تنظر من الشباك وأن تجلس على الشرفة ولو نظرت إلى الطريق، ولا يحرم أن يكلمها الأجانب كلاما مباحا. الرجال الأجانب إذا كلموها إن كان في التليفون أو من خلف الباب أو مقابلة بلا خلوة محرمة فهذا جائز بالإجماع. أتمنى أن يتنبه لهذا الأمر المهم. وهنا فائدة أيضا، وهو أنه ورد أن المرأة التي توفيت على الإسلام تكون في الجنة مع زوجها المسلم زوجة له. الله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة بلا عذاب. آمين. فضيلة الشيخ، قيل إن وضوء المرأة غير الرجل، فقد قيل إن على المرأة عند غسل الوجه عليها أن تغسل الشعر الذي عند الأذن، وإلا لا يصح وضوءها. إن أركان الوضوء هي لا تختلف بين الرجل والمرأة، فالأركان هي النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس في الغالب إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب. وبالنسبة لغسل الوجه يغسل جميعه من منابت الشعر عادة إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فكل ما كان داخلا ضمن هذا الحد يغسل إن كان المتوضئ رجلا أو امرأة، ويستثنى لحية الرجل وعارضاه إذا كثفا فقط. أحسن الله إليك. آمين وإليك. سؤالنا الآن فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول: ما هي الخيانة في الشرع؟ الخيانة هي ضد النصيحة، وتشمل الأقوال والأفعال والأحوال. فالخيانة بالقول تكون في أمور تتعلق بالتعليم أحيانا، كمن يفتي الناس بغير علم أو بما يخالف الشرع مع العلم، كهؤلاء الذين يقولون لمن طلقها زوجها ثلاثا: اذهبي إلى البحر وتلقي كذا من موج البحر تحلين له. فهذه خيانة بالقول، ولا يجوز العمل بهذه الفتوى الباطلة المخالفة لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتكون الخيانة بالفعل، كمن يتصرف بالأمانة التي وكل بحفظها دون إذن أو رضا صاحبها، يتصرف تصرفا غير شرعي. وتكون بالأحوال، كمن يوهم الناس أنه من أهل الأمانة ليعاملوه وهو ليس كذلك. أكرمك الله فضيلة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، امرأة تقول إنها أرضعت طفلا مع ابنتها رضعة واحدة، وهي متيقنة من هذا، فهل يحرم الزواج بين هذه البنت والذي رضع معها رضعة واحدة؟ يقول الأئمة الشافعية: إن ما دون خمس رضعات متفرقات لا يؤثر في التحريم. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. فعلى ذلك لا يكون حصل التحريم بين البنت والذي رضع منها في حالة موضوع السؤال الوارد هنا. فضيلة الشيخ، تعودنا وعودتنا على أن تعطينا نصيحة مهمة في ختام كل حلقة، فلو تكرمت علينا وتفضلت بنصيحة مهمة. بارك الله فيك. نقول شيئا من كلام سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وهو إمام جليل كان مشهورا بالعلم والتصوف والولاية والكرامات. قال الإمام الرفاعي: كل يوم ينادي ملك الموت من بين أيدينا ومن خلفنا: أينما تكونوا يدرككم الموت،
وظلمات أجداثنا تنتظر ولوج أجسادنا، ونحن غرقى في غمرة غفلاتنا وسكرة شهواتنا. فيا أيها العاقل، إلى متى تصرف نفسك عن طريق النجاة إلى سبيل المعاطب والمهلكات، وتصرفها عن فسحة الطاعات إلى مضايق المخالفات، وتعرضها لما بين يديها وتسقيها من كؤوس الخطيئات وأدناس السيئات؟ أي أخي، العمر قصير والناقد بصير، وإلى الله المصير. وهكذا أيها الأحبة المستمعون، كنا مع حكم الدين، حيث أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ نبيل الشريف جزاه الله خيرا. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله تعالى.